الآن ينضم إلي ضيفي من رام الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السفير عمار حجازي. سيد عمار، أهلا وسهلا بك معنا. دعني أبدأ معك أولا بما يجري في الضفة الغربية من مواجهات اليوم، وأيضا التضييق على الاحتجاجات الفلسطينية التي تدعم ما يجري في قطاع غزة. يعني بجانب المجزرة التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا في غزة، هناك أيضا الموازاة، استمرار للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية كما هو الحال على مدار سنوات طويلة، وهناك تسليح واسع لقطعان المستوطنين والمستعمرين الإرهابيين وميليشياتهم، وإفلاتهم على المواطنين الفلسطينيين بشكل واسع ومنهجي. ويعني الجيش الإسرائيلي كما جيش الاحتلال الإسرائيلي كما هو الحال دائما يقوم باستهداف المتظاهرين والذين يخرجون بمظاهرات سلمية للاعتراض على ما تقوم به ضد شعبنا في غزة. كل ذلك هو مسلسل متواصل على مدار سنوات طويلة من القمع والقهر والقتل والتنكيل دون أن نرى أو نسمع لأي دولة بما فيها الولايات المتحدة التي يجول وزير خارجيتها المنطقة الآن أي صوت أو أي استنكار. طيب، ما الذي يعنيه ما استيقظنا عليه اليوم واستيقظ عليه السكان في غزة وطبعا العالم كله كان يتابع، وهي المنشورات التي وزعت وطلب من أكثر من مليون ساكن في غزة مغادرة بيوتهم والذهاب أو التوجه إلى جنوب غزة وسط كل الانتقادات الدولية التي ارتأت أنه هذا من غير الممكن القيام به في المهلة التي حددتها إسرائيل 24 ساعة؟ هو انعكاس طبيعي لما تتوعد به إسرائيل على مدار السنوات الطويلة للشعب الفلسطيني بنكبة أخرى، ما يتحدث عنه سموتريتش وما يقوم به رئيس الوزراء نتنياهو وأيضا بن غفير، هم يتوعدون بنكبة جديدة وطرد، إما أن نكون خاضعين بالكامل لهذا الاحتلال وإما أن نقتل وإما أن نرحل قسرا. وهذا يعني تجلي كل هذه المواقف تظهر الآن بشكل واضح ضد شعبنا في قطاع غزة وضد شعبنا في كل أماكن تواجده. هذه حقيقة المسألة، وهذا هو الأساس الذي يحاول العالم اليوم التنكر له وإدارة الظهر له وربط أحداث بداية الأحداث التي بدأت في قطاع غزة وكأنها هي بداية كل الأحداث وليس الاحتلال وليس كل هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل لديها برنامج واضح ومعلن للعالم بأنه لا لدولة فلسطينية، وأن من البحر إلى النهر هناك يجب أن يكون أغلبية يهودية إسرائيلية ولا مجال لقوميتين أن تعيش على هذه الأرض. هذا البرنامج واضح للجميع ووصل إلى العالم أجمع وأوصلناها أيضا إلى العالم أجمع وحذرنا منه، ولكن مع الأسف العالم الأصم لم يشأ أن يستمع لذلك واختار أن يقف بجانب المعتدي وأن يموله ويرسل له حاملات الطائرات والبوارج والطائرات كما فعلت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. جولة بلينكن في المنطقة، نتمنى أن يكون تفضل سيد السفير. تفضل. لا، نتمنى أنه على الأقل أن يكون هناك استيعاب لهذا البرنامج الخطير الذي تقوم به إسرائيل، معتقدة أنها تستطيع أن تلغي الشعب الفلسطيني أو تنهي وجوده. حاولت ذلك على مدار أكثر من 75 عام ومع بريطانيا على مدار أكثر من 100 عام، ولكنهما فشلا وسيفشلان في هذه الجولة أيضا. جولة بلينكن سعد سفير التي تشمل دولا عربية عدة، هل تحمل فرصا للتهدئة وما فرص أو إلى أي مدى ترى أنه أو تتوقع أن تكون إسرائيل مستعدة للانخراط في أي حلول سياسية أو دبلوماسية يمكن أن تنهي دوامة العنف المستمر الآن؟ يعني أعيدك لما يقول به بلينكن نفسه. بلينكن هو يسعى لإيجاد غطاء دولي والآن عربي لجرائم إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة،
هو يشرعن ما تقوم به إسرائيل ويمنحها الغطاء الكامل، ويريد أيضا إدانة للشعب الفلسطيني وتحميله كل المسؤولية عما يجري، متجاهلا أيضا مرة أخرى فشل إدارته بالقيام بأي جهد. يعني بدل ما يبعثوا حاملات طائرات للمنطقة، كان أوفر كثير عليهم إنه يبعثوا مندوبهم أو مسؤول عملية السلام لكي يبادر بالسياسي، ولكن هذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاسا أيضا لأجندة داخلية. اليوم الفلسطيني يدفع ثمنها، وأمريكا اليوم تحاول فقط شرعنة وإيجاد غطاء لهذا العدوان الغاشم ضد شعبنا في قطاع غزة وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم الأمم المتحدة في إفادة قبل قليل يتحدث أو يقول إنه الآن لم يعد هناك أي منفذ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومسؤولو الأمم المتحدة يجروا مشاورات مع السلطات على جنبي الحدود مع إسرائيل. حتى مراسلنا قبل قليل كان يتحدث عن أنه اليوم من المتوقع جدا أو اقتربنا من مسألة قطع الإنترنت عن غزة، هذا بالإضافة إلى الكهرباء والمياه والوقود إلى آخره. ما الذي يمكن أن يؤدي إليه ذلك؟ يعني كيف نتصور شكل الحياة أو الواقع في قطاع غزة إن وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني بتعريف القانون الدولي هذه إبادة جماعية، لا يمكن أن تصور أو أن توضع في أي إطار خارج ذلك. يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأيضا الآن وصلوا مرحلة الإبادة الجماعية، أن تجوعوا سكان قطاع محاصر على مدار أكثر من 16 سنة وتحرميه من المياه. 90% من مياه الشرب الآن والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي لم تعد متوفرة لأهالي القطاع. الناس في داخل قطاع غزة الآن يأكلون وجبة واحدة خلال النهار أو أقل من ذلك حتى يتمكنوا من العيش. دواء وغيره ومستشفيات وكل المستلزمات الحياة الطبيعية غير متوفرة، هذا عدا عن القصف والقتل بالجملة الذي تقوم به إسرائيل من تدمير وما إلى ذلك. هذه يعني بتعريف القانون الدولي، ولسنا ليس الشعب الفلسطيني من وضع هذه القوانين، بل الدول الغربية وهي التي تتشدق بها كل الوقت. ما تقوم به إسرائيل يرقى إلى مستوى جريمة التطهير العرقي والباجم. يعني ما هي الحلول التي يمكن أن تقدم إلى يعني سواء السكان في قطاع غزة الآن وهم محرومون تقريبا من كل مصادر الحياة، أو لتهدئة الوضع ومحاولة احتواء الموقف لكي لا يتم اتساعه، وأيضا لتجنب وقوع الهجوم البري الذي من المحتمل أن تكون إسرائيل تعد له؟ المطلوب أولا من كل الجهات الدولية أن تلتزم بالقانون الدولي، ونحن نعمل على إلزامها بذلك، ونعمل أيضا مع الدول العربية، والآن هناك اجتماع أيضا لدول التعاون الإسلامي، سنعمل جاهدين أن نضمن أن العالم والأمم المتحدة وكل الجهات الدولية لا توفر غطاء للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا. ثانيا، مطلوب بشكل مباشر وقف هذا العدوان، ودون وقف هذا العدوان لا يمكن حتى إلى ذلك أن تجدي نفعا، لأن القتل بالجملة هناك إبادة بشكل كامل لأحياء وعائلات كاملة وما إلى ذلك. يعني القتل بالقصف أو القتل جوعا أو القتل عطشا هو كله أشكال قتل، لذلك يجب أن يتوقف مسلسل القتل والتدمير، والسماح لكل الجهات الدولية والجهات الفاعلة ومؤسسات الإغاثة وما إلى ذلك من إدخال ما هو مطلوب وبشكل عاجل. هو مطلوب من اليوم الأول، قطاع غزة دائما كان بحاجة إلى كل هذه المواد وهي موجودة بكميات ضئيلة دائما، وإسرائيل كانت تحسب السعرات الحرارية التي يمكن لأهالي غزة أن يتناولوها باليوم الواحد. ولذلك أنت تتحدثي عن قطاع محاصر منهك متعب محروم من كافة أشكال الحياة الكريمة،
والآن يحاصر ويقتل ويدمر. لذلك أقل من أن يطلب أن يوقف توقف هذه المجزرة البشعة وتحمل كل الجهات المسؤولة عنها المسؤولية كاملة وتساءل عنها وينفذ القانون الدولي بشكل متساوي في كل بقاع الأرض، وإلا نعتقد أن المنظومة العالمية كلها هي في خبر كان، وربما يكون ما بعد غزة ليس كما قبلها بما يخص حتى المنظومة العالمية، لأن ذلك ما يحصل في غزة سيتجاوز فلسطين إلى المنطقة وما وأوسع من المنطقة. شكرا جزيلا لك من رام الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السفير عمار حجازي.